أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه هي مباراة إيطاليا هولندا في إطار دوري أمم أوروبا، الدوري الأوروبي اللي كان فيه الفريق البرتغالي هو حامل النسخة الأولى، وكان المنتخب الهولندي منتخب معني بهذا النقل المباشر وطرف من طرفي مباراة القمة هذه الليلة. المنتخب الهولندي كان وصيفا للبطل البرتغالي وكان خسر الفينال 1-0 هذا المساء. وملاقاة البوسنة في الجولة الثالثة تعطي على المستوى الدولي، رغم أن الإنجازات قليلة جدا بالمقارنة مع الأسماء المود الفقري اللي خاض به المدرب مانشيني تصفية اليورو واللي حقق فوليد، رغم ذلك الألقاب تقريب معدومة، لقب وحيد واللي أعطاه أكبر نتيجة للطليان في تاريخه من عام 48. محاولة أولى للطليان داو سكوادرات زورا الناسيونالي للتاريخية ربحت هنا مرتين. تفرج طاقة الاستيعاب لستاد يوهان كرويف أرينا هنا في أمستردام، هو الملعب التاريخي لنادي آيكس أمستردام، وكان في استاد آيكس أمستردام خطيرة كيليني جورجيو بينوكيو يلعب بالنار والكرة في الركنية الأولى لهولندا. 7 دقائق لعب في الشوط الأول. الحتال لما كان الفينال بين الليبرتادوريس وبين الويفا شامبيونز ليج. هذه هي حكاية 16 بطولة للهولندا. هولندا الولادة في الهجوم، مدرسة الهجوم ضد مدرسة الدفاع. دوناروما يغلط، الدفاع الإيطالي صلح والكرة المرتدة ولا تحتفظ بنجومها. الكرة الإيطالية 46 بطولة بالتمام والكمال، أنت بحضرة التاريخ. كوادرات زورا، زانيولو يدخل من تحت الجزاء، تغطية موجودة والركنية. الكرة خطيرة منتخب الإيطالي والدفاع ما زالت، والتسديدة والكرة في الركنية. أخطر كرات من جورجينو. الطليان يعود، لكن دامبروسيو أحلى، يقطع الكرة دامبروسيو، تلعب الكرة جورجينو، وكرة للمنتخب الهولندي. يقول فيليكس رغم المطالبة بيتصدر المجموعة أو على الأقل في الطريق الصحيح لصدارة هذا الجروب. عراقة كبيرة الكرة الهولندية، كرة منحوسة الحقيقة. لورينزو ليمان، لورينزو عرضية والأحلى، والدفاع يتصدى. هولندا ممتازة والمراوغة ممتازة واللعبة أحلى والرأسية وين والهدف يا زانيولو. كرة ممتازة من زانيولو بذكريات ريفا، الهدف التاريخي لسكوادرا زورا. فاعي كرة خطيرة للمنتخب الهولندي، الدخول من ديباي من فيس ماذا هناك، عادي الألماني يقول، والكرة ترجع للدون. خطيرة جدا، كرة من تشيرو، تشيرو جول. كرة أخرى خطيرة من ناسيونالي أتسورا. إيطاليا بقميصها الأبيض الاحتياطي. كرة مرة أخرى عن طريق باريلا، برشا جرينتا يلعب بها المنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي يدرك أهمية هذه المواجهة، يعرف أنه المنتخب الهولندي. كرة لهولندا خطيرة وفرصة الهدف الأول. إيطاليا تلعب تخلق الفرص وهولندا كانت قريبة من هز الشباك. الهولندي مع مين؟ عن طريق سبيناتزولا يوزع كرة، ترجع عن طريق زانيولو. على ما اعتقد المانيا تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا كانوا في ذاك السيمي فاينل. كرة ممتازة حلوة، نرجع المباشر وزير الدفاع ومدافع الشعراء وشاعر المدافعين فيليان. خلينا في المباشر، خلينا في الحاضر، اضرب شوت الدفاع والحاضر. جديد في التفكير مع مانشيني. كرة ممتازة في خطأ، نعم فاول واضح على تشيرو. الكابو كانونيري ديل كالتشو يمو من عندها مساعدة خطيرة، اللي ضيع يقبل الهدف، لا الدفاع يصد والرق. الحديثا إلى برشلونة، تلعب الكرة في الدفاع الإيطالي، رجعت الكرة فيرجيل والكرة ترجع مرة أخرى للمنتخب الهولندي. الإيطالي يحيينا إلى صورة هدف أول ممكن، إنسيني يلعب الكرة ولكن الهولندي فرصة للهدف الأول. هولندا والحارس دونا روما، أصعب كرة على إيطاليا، احلى كرة من قبل هذه ما تذيعش. انسيني يركنها والكرة كانت قريبة، هي فوتوكوبي نسخة مطابقة للعصر والكربون لكرة تشيرون ثم من 2018 وعلى ذمة ليفربول. ارجع الكرة، اللاعب هذا سجل 9 أهداف في 90 ماتش مع الحمراء ليفربول، ومع ممتاز جدا سبيناتزولا. سبينا وكرة خطيرة، إيطاليا كانت قريبة مرة أخرى من هز الشباك. ضاعت كرة على باريلا، القادمون من خلف وهو انتريز تذكرني ركنية المنتخب الهولندي. فيرجيل خطير بالراس، فيرجيل ولكن كرة مجرد أحلام كانت أضغاث لعشاق سكوادرات زورا. خطأ جديد يا زانيولو ديما السباقين اللاعبين الطليان. إيطاليا برشا رغبة في هذا الشوط الأول.
يرجع كين، كين يحاول باية من كين ممتازة، ولكن دالو عاودها له يا صالح، تمشي كرة ممتازة المنتخب الإيطالي. إيطاليا بركلات ترجيح بعد ضربتي جزاء أهدرتهما هولندا في الماتش في 90 دقيقة و 120 دقيقة، ومن بعد إيطاليا ترشحت مع الطول. الطليان يهاجمون، خطيرة خطيرة الرسية الهدف الأول، 1-0 لسكواد رازورا باريلا، القادمون من الخلف باريلا، إيطاليا تسجل وتتصدر المجموعة في ذات اللحظة، البوسنة بولند 1-1. الثانية كين كين كين، أين ستكون مكانك الخطأ الآن؟ حكام الألماني قال العب ما فما شيء، والكرة في التماس مع احتجاج إلى دقيقة 90، وهنا خطأ فادح وفرصة، فرصة مش ممكن، برافو المدافع يرجع يصلح غلطه. اللي قال خرافي كان الحارس تولدو، مباراة تولدو هنا مباراة الثاني، كرة منتخب الإيطالي ملعبها ممتازة، فرصة الهدف الثاني يضيع، طار عليها السلسان، طار عليها السلس. كرة هولندية، هولندا قادرة على التعادل، هولندا قريبة من التعادل، إنه التعادل. 9 دقائق لعب في الشوط الثاني، الكرة لسكوادرا زورا، فرصة الهدف الثاني، فرصة عداه عداه، برافو الدفاع، برافو الرايا هانس، لعبة أتلانتا بيرغامو، سكوديتو لساندوريا ثم لاتسيو، كرة خطيرة والتعادل يضيع لهولندا، والركنية للطواحين الهولندية فان دي بير. فان دي بيك كان ممكن يسجل التعادل، يمشي بروميس، بروميس يوزع كرة بالراس ترجع من ليوناردو بونوتش في المتواضع والسيء قادر للتعادل، خطأ لجورجيو كليني. هذه الماتش في إيطاليا تعرف الرقم عالي جدا لجيجي بوفون الأسطورة، مي إيريرا والإنتر، والكرة تسديدة ممتازة جدا للمنتخب الهولندي، الأورانج في طريق العودة عن طريق ديباي. محاولة التسديد صعبة جدا والدفاع الإيطالي موجود، زو على خطة بيرزوت وعلى خطة الثاني، الهدف الثاني مش ممكن. دوم يمشي بينالدوم على منطقة الجزاء، التسديدة والطليان والثاني قريب، الضرب الثاني والركنية، ميس ديباي يضيع بونوتشي ويتجاوزوا، ميفيس ديباي رجعت الكرة من واصل، كرات الأرض الآن، كرات الفضاء، كرة خطيرة على طريقة فان باستن يا تشيرو، يا تشيرو لو اخطفتها صح وسجلتها ودخلت المرمى. بلاليات طليان افضل، الطليان افضل، والثاني من كين، الله كانت قريبة مرة أخرى سكوادرا. مانشيني وأولاده يلوموا كان أنفسهم إذا يضيعوا.